أقدم مجهولون على اختطاف 4 أطفال وصائغ مجوهرات في مدينة الحسكة خلال أسبوع واحد بهدف الحصول على فدية مالية. ونقل موقع بس نيوز عن مصادر خاصة أن عمليات الخطف وقعت بهدف الحصول على المال من خلال ابتزاز ذوي المختطفين، حيث يطالب الخاطفون بمبالغ مالية ضخمة لقاء الإفراج عن المختطفين. وأضاف أن إحدى العمليات أو عمليات الخطف طالت ابن أحد التجار في مدينة الحسكة، وطلب خاطفوه بمبلغ 60,000 دولار مقابل إطلاق سراحه. نتابع التقرير التالي ونعود لمناقشة القضية. أزمة اقتصادية خانقة وانهيار أمني وفقر مدقع ونسبة بطالة عالية، هذه أحوال واحدة من أغنى المناطق السورية شمال شرقي البلاد، حيث سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. أدت هذه الظروف السيئة إلى تصاعد عمليات النهب والخطف، فشهدت مدينة الحسكة خلال أسبوع واحد 5 عمليات خطف طالت 4 أطفال وصائغ مجوهرات. موقع باس نيوز نقل عن مصادر خاصة أن عمليات الخطف وقعت بهدف الحصول على المال من خلال ابتزاز ذوي المختطفين، حيث يطالب الخاطفون بمبالغ مالية ضخمة لقاء الإفراج عن المختطفين، موضحا أن إحدى عمليات الخطف طالت ابن أحد التجار في مدينة الحسكة، وطالب خاطفوه بمبلغ 60,000 دولار مقابل إطلاق سراحه. في الوقت ذاته اختطف مجهولون صائغ ذهب خلال الليل من منزله في حي تل حجر الذي يعتبر من الأحياء الآمنة نسبيا في مدينة الحسكة، وطالب الخاطفون بمبلغ 100,000 دولار أمريكي مقابل الإفراج عنه. لم يمض إلا يوم واحد على اختطاف السائق حتى أقدم مجهولون على اختطاف الطفل حيدر الحسون من سكان حي غويران في مدينة الحسكة، لكن تمكن ذووه من تحريره بعد دفع مبلغ 10,000 دولار قبل أن يتم اختطاف الطفل صالح طه الصوفي بصحبة طفل آخر، ولم تعرف حتى الآن أي معلومات حول مكان وجودهما أو مصيرهما. كل هذا وفق صمت رسمي من قبل سلطات الأمر الواقع، من دون التحرك فعليا لضبط الأمن أو استثمار أموال النفط في تأهيل البنى التحتية بالمنطقة أو إنشاء مشاريع تسهم في إيجاد فرص عمل وتحسين الوضع المعيشي وبناء أجهزة رقابية حقيقية ترد الحقوق لأصحابها عندما تسلب. لتفاصيل أوفى ينضم إلينا الصحفي هجار أمين من الحسكة. مرحبا بك سيد هجار، يعني هل نستطيع القول أن ظاهرة خطف الأطفال أصبحت فعلا ظاهرة؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهديكم. طبعا نعتذر شديد الاعتذار عن هذا الوضع المأساوي الذي نحن نمر به. المنطقة بأسرها ليست الحسكة وحيدة هذا الموضوع، بل سوريا أجمع، منطقة النظام ومناطق المحرر وحتى مناطق شمال شرق سوريا أيضا، العالم أجمع. ولكن اليوم عندما يكون هناك حوادث خطف متتالية واحدة تلو الأخرى وخلال أسبوع واحد 4 عمليات خطف، جميع هذه العمليات كانت يعني هي ظاهرة مؤرقة جدا للأهالي في ظل غياب أي رادع حقيقي للمتورطين طبعا بارتكابها. لم نسمع أي يوم تم إلقاء القبض على شبكة فلانية تعمل على موضوع خطف الأطفال أو كذا أو كذا. كما قلت هي ظاهرة، وهذه الظاهرة أصبحت أيضا مخيفة جدا. اليوم أنا كأب لأولاد لن أسمح لأولادي أبدا في المساء أن يتجولوا أو يذهبوا إلى البقالة أو إلى محلات أخرى. أصبحت أخاف أنا أيضا على أولادي. طب هجار، يعني المبالغ التي تطلب اليوم هي ليست مبالغ عادية، هل بقدرة الأهالي اليوم دفع 100,000 دولار 20,000 دولار 50,000 دولار؟ يعني هذه المبالغ اليوم تقال أرقام عالية جدا، هل هناك فئة معينة يتم استهدافها لخطف أو خطف أطفالها كما ذكر التقرير، التجار الصياغ إلى آخره؟ إطلاقا عزيزتي يارا، هناك من يعتقد أن مثلا على سبيل المثال أهل الطفل حيدر الحسون هم من أغنياء مثلا حي غويران، ولكن والد حيدر هو معلم مدرسة، يعني موضوع حتى قوته اليومي
الراتب بالنسبة لراتب الدولة لا يتجاوز ال 30 أو 20 دولار في الشهر، ولكن هو يعمل عمل آخر لكي يؤمن قوت يومه وخبز أولاده. بحالات أخرى مثلا الطفل الآخر هو ابن تاجر، ابن تاجر أي لا يعني أنه والده لديه هذا المبلغ الكبير، أو مثلا ذاك الصائغ لديه، يعني حتى الصياغ نفسهم قابلت أكثر من شخص، الجميع وليس الغالبية ليست لديهم تلك الأموال. الأموال التي لديهم هي أموال لمواطنين يقومون باستثمارها والعمل بها لمدة معينة قصيرة. يعني هل قدمت شكاوي للإدارة الذاتية؟ هل حاولت الإدارة الذاتية التدخل، كونها تقول أنها من أكثر المناطق نجاحا بإدارة مناطقها؟ يعني دائما ما نسمع أنهم يتحدثون عن التنظيم والأمان، ولكن للأسف لا يبدو أن هذا واقعا. مقارنة بالمناطق، يعني لأكون منصف، في هذا الأسبوع والأسبوع الفائت طبعا هناك كانت عمليات خطف كثيرة، وصلت للأربع عمليات خطف متتالية، ولكن مقارنة بمناطق أخرى أيضا مناطقنا جيدة نوعا ما. ولكن الموضوع الأكثر أهمية وهو موضوع عندما يتم خطف أحد الأولاد أو أحد الأشخاص من عائلة معينة، يتم الاتصال بهم وتهديدهم على الشكل التالي: إذا قمتم بإخبار السلطات فسيرسل رأس المخطوف الفلاني أو الطفل الفلاني إلى بيتكم في اليوم التالي. تهديد بالقتل، يتم تهديد الأهالي وترهيبهم أيضا. تماما لذلك الأهالي أغلبهم يكونون في حالة رعب شديدة. أستطيع أن أذكر لكم أرقام كثيرة. نحن اليوم في العام 2022 نتذكر عندما تتم هذه العمليات الخطف، نتذكر العام 2012 و2013، أول بداية الثورة كان هناك فلتات أمني غير طبيعي. طبعا المعدل السنوي المسجل لعدد الحوادث التي أعلنت عنها قوى الأمن الداخلي عبر حساباتها أو حيث رصدت نشطاء مدنيين أرقام، يعني على سبيل المثال العام 2012 بلغت الحوادث الخطف أطفال بالتحديد 47 حالة، بالنسبة للرجال الأعمال والصاغة وصلت ل 52 حالة. يعني هذا الرقم لا يعني بالضرورة أن عدد الحوادث التي حصلت، إنما هو مؤشر يستند على الأرقام المعلنة سواء كان عن قوام الداخلي أو النشطاء المدنيين موجودين هنا، حيث يمكن لهذه الأرقام أن ترتفع اليوم في 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 ظل هذا الوضع المأساوي الاقتصادي الهش والوضع الأمني نوعا ما نستطيع أن نقول الفلتان الأمني. يمكن هذه الأرقام أن ترتفع إذا ما احتسبت باقي الحوادث المسجلة لدى مختلف الأجهزة الأمنية، يعني كذلك بالنسبة للحالات الأخرى يتم تبليغ عنها أو ضبطها من قبل السلطات. كثير من الأشخاص أنا أعرفهم، نتحدث معهم، يقولون لا نستطيع إخبار السلطات بموضوع ابننا أو كذا أو كذا. حتى بأمور أخرى يتم الاستعانة بشيوخ العشائر أو وجهاء العشائر، مواضيع جدا غريبة اليوم تحصل هنا في الحسكة، أمور حديثة تذكرني بموضوع اختطاف الطفل فواز القطيفان في درعا، وأمور أخرى في شرق الرقة، ومدنيين آخرين في السويداء. للأسف يعني ولا منطقة مستثناة من هذا الموضوع جد. إطلاقا ولا يوجد أي اتهامات لأي جهة معينة تقوم بهذه الأمور، صحيح؟ الأشخاص الموجودون هنا، واليوم الذي نستطيع أن نقول أغلبية الأشخاص الذين يقومون أو الخاطفون يلجؤون بهدف الثراء السريع أو التجارة بالأعضاء البشرية. كثير منهم على سبيل المثال تحدثنا عن الطفل حيدر الحسون. عندما تابعت مقابلة والده وقلتم بباز نيوز، تابعت المقابلة، قال معك 24 ساعة، إن لم تصلنا المصاري بالوقت الفلاني سيتم إرسال ابنك إلى المنطقة الفلانية لكي يقومون ببيع أعضائه. فهذه الأمور التي تحصل لدينا صدقا أمور مخيفة جدا، طبعا بمختلف الأمور والمجالات. يجب أن يكون هناك رادع قوي لهذه الشبكات. هذه الشبكات اليوم تقوم بظاهرة غريبة وعجيبة، ظاهرة اختطاف الأطفال. منهم من يقومون أيضا، لأكون منصف، بالانتقام من أسر الأطفال نفسهم، أو الاتجار بهم وبأعضائهم، أو الاعتداء عليهم جنسيا وفكريا، إضافة إلى البعض منهم استغلالهم في التجنيد أو
وهكذا أمور طبعا. يعني إذا انطباعات جديدة على هذا الموضوع، بكل الأحوال نحن متابعون لهذا الملف في كل ما هو جديد في الأيام القادمة على أمل أن تنتهي هذه الظاهرة من كل المناطق السورية. شكرا جزيلا لك الصحفي هجار أمين، كنت معنا من الحسكة. لم الشمل مستمر معكم، وبعد لحظات ننتقل إلى ملف آثار العاصفة على مخيمات اللاجئين في الشمال وعرسال.